هذا الاستقبال اللي عدل الشعب الصحراوي اليوم على رجوعي غياب سنتين اللي تعرضت له من طرف الدولة المغربية، الحقيقة كانوا بينوا حقيقة الشعب الصحراوي، ردة فعله سواء لأي صحراوي قاب عنه ذي القيبة والله صحراوي مارق من السجون، يعني ذي الحقيقة والله ذكره والله أي شيء، هذه هي ردة فعل الشعب الصحراوي، يبين حقيقته ويظهر الشعب الصحراوي على حقيقته. والحقيقة كان استقبال كيف شفته رائع، واستقبال في المطار سواء في الشارع في الدار هنا تياها، ردة فعل الشعب الصحراوي وحقيقته من أجل الاستقلال، هذه هي ردة الشعب الصحراوي. وذي ما هي هذا الاستقبال، مازلنا طريق طويلة والشعب الصحراوي مستعد إلى نهاية المطاف، هو الاستقلال هي الحقيقة اللي يعني نحن كاملين صامدين فيها ولينتم صامدين فيها إلى النهاية. وشكرا الحقيقة هذا قاعد سؤال لعدت لك، أنت مستعدة أنا أعطي روحي وعاطي يعني على اعطيت عيني من اجل القضيه، انا نهن اعطي عيني الثانيه ونهن اعطي روحي من اجل الصحراء ومن اجل الاستقلال الشعب الصحراوي. والطريق طويله والاستمراريه هي الخالقه، ولا خالق ما هو الصمود والوحده ويد فيد الصحراوي الى الاستقلال. وانا مستعده كيف الصحراويين كاملين، يعني نتكلم عن الصحراويين كاملين مستعدين يعطوا ارواحهم من اجل الاستقلال الصحراء تام والحرية ولم الشعب الصحراوي وجمعوا وطنوا وأرضوا واستغلال الصحراوي. أنا مستعدة، كنت اليوم نبقيهم يحتقلون قال ما اعتقلوني، مستعدة من أجل أرضي ومن أجل شعبي، مستعدة للاعتقال. وإذا كامل قاعد الشعب الصحراوي مستعد له معروف عن المغرب يقد لا يقتلنا يقد لا، هذه هي وجهة نظرنا، قال ذا مانا خايفين ولا انا طامعين ولا مستعدين من قضيتنا ومن شعبنا ومن اجل استقلال صحرتنا، نهي نموت ونهي نعطوا ارواحنا، نهي نعطوا ومستعدين. وشكرا.